بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله نتمنى لكم الصحة والسلام يا رب، وإن شاء الله الله يخلص العراق من الناس جميعا، ليس المسلمين فقط، من هذا الوباء، وباء كورونا. إن شاء الله نرجع نداوم. المحاضرة الرابعة والشابتر رقم 4، اللي هي ريفيو للبيزك بروبابيلتي اند ستاتستيك. ايش راح ناخذ؟ هذه انتم ماخذيها يعني الصف الثاني او الثالث، ما يحتاج نعيدها، هاي كلها بسيطة. راح ناخذ الاشياء اللي قد تكون ما مر عليكم، وقد تكون ماخذين جزء من عندها، اللي هي نبدأ من الصفحة رقم اعتقد 8. رقم 8 راح نبدي من هذا الاكزامبل. اي هذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل شنو بي؟ بالاكسبونينشال ديستريبيوشن. هذه هي بي دي اف، معناتها probability density function. هاي ال probability density function اللي هي الاحتمالية، هذه هي ال اف اكس او الدالة. هاي ال اف اكس يساوي مثلا لامدا، اللي هو معدل الوصول، اي اس ماينس لامدا اكس، والحدود مالتها من الصفر الى ما لا نهاية. هذه طبعا continuous، وال continuous شاخذ ياخذ تكامل. فاحنا شو نريد؟ دائما نريد نوجد الاكسبكتيشن، التوقع، وبعد نريد نوجد المين او الفاريانس الى اخره. طيب هنشوف، هذا هو المين. المين مال شنو؟ مال اكسبوننشال ديستريبيوشن. شو يساوي المين؟ يساوي هاي الداله، هاي الداله نفسها في اكس، نضربها في اكس، هاي الداله اكس، ونضربها في اكس دي اكس، ونكامل من الصفر حسب حدودها، من الصفر الى ما لا نهايه. من نريد x مضروبة في e اس ماينس x dx، هذه هو تكامل بهذا الشكل يسموه u dv. فنفرض ال u هي ال x، وال dv اللي هي هذه ناخذها e اس ماينس لندا كمان dx. شو راح نسوي؟ راح نعوض بهاي الطرف الايمن، نعوض عن ال u وال dv ونختصرها، من هو نكامل بهذا الشكل من صفر الى ما لا نهايه، راح يطلع لنا واحد على لندا. يبدي يعوض بها المعادله بالاف اكس، يعني هو واحد على لندا او واحد على ميو. اذا كانت الميو 2 سنه يطلع بهذا الشكل. طيب هذا الاكسبونشال ديستريبيوشن، هاي الداله اللي يسموها اكسبونشال ديستريبيوشن فانكشن، اللي هو نكامل الداله من الصفر الى الاكس، كاملها بالشكل هذا، عوض هاي الحدود مالتها، راح تطلع واحد ناقص اي ماينس لامدا، واحد ناقص اي ماينس لامدا اكس على 2. اذا انطانا 2 على 3 ممكن نعوض، يطلع بهذا الشكل. هاي جربوها بالبيت، عوضوا، اذا ما طلعت تسالوني، انا حاضر ان شاء الله. ناخذ المين، اخذنا المين، اذا ناخذ الفاريانس. الفاريانس هو هذا تربيع ناقص اي اكس تربيع، هذا طلعناه، اوجدناه هذا. اي نعم اوجدناه. وين اوجدناه؟ هنا. هذا الاي اكس، اي هذا شو وجدناه؟ وجدناه واحد على لندن، خلاص. اذا نقدر نجيبه ونعوضه؟ نعم نقدر نجيبه ونعوضه. طيب ايش بقى؟ بقى هذا التربيع، هذا التربيع هو نفس الشيء، مكان ما كان هنا اكس خلينا تربيع وكاملنا بنفس الطريقه. ايش طلع لنا؟ طلع لنا واحد على لندا تربيع. اذا الفاريانس راح نجيب نعوض اول وحده، اللي هي طلعت لنا هاي 2 على لندا تربيع هنا، وهذه اي اكس تربيع هي واحد على لندا تربيع، نعوضها هنا نقول واحد على لندا تربيع. وهذه ممكن ان نكتبها بهذا الشكل، الفاريانس ايضا تكتب بهذا الشكل. وهذا اذا نريده نسميه شنو؟ نسميه ستاندرد ديفيشن بهذا الشكل، واحد على لندا. طيب الباينري ديستريبيوشن هو زيرو زيرو ولا واحد؟ فاذا كان واحد في probability بي، واذا كان زيرو هو واحد ناقص ان البي يساوي كيو. يجي يعوض هنا صفر بالكيو وواحد بالبي، خلاص يطلع لي اكس، ولي اكس تربيع نفس الشيء، نفس يعوض هذا، بس هذا تربيع وهذا تربيع وما يثرا، والفارينس نفس هذا تربيع يجيبه وهذا تربيع يجيبه، ويطلع بهذا الشكل. طيب الباينوميال ديستريبيوشن، الباينوميال ديستريبيوشن بعدد من الاحداث، والان هي عدد المحاولات. يعني شلون واحد مثلا دا يرمي خمس رميات مثلا، ثلاثه منهن ناجحات، هاي ثلاثه
لين هو عدد المحاولات الناجحة وهي عدد المحاولات الكلية. هذا هسه تشوفه يجي شلون نعمل الرياضيات اللي هو يسمونه المفكوك، وهاي probability is n، احتمالية النجاح plus n، واحتمالية الفشل هي n ناقص n. طيب إذا x مالتها هو probability probability probability، كم probability؟ n probability، خلاص. أو ال p في ال q، p في ال q، n في ال p q. طيب ناخذ البوسون، مهم البوسون هو عندي n تروح لمال النهاية، وال p يساوي صفر، وال n p تساوي لمدا. هذا شنو؟ هذه هي المعادلة، معادلة من هاي؟ هاي معادلة الباينوميال شفناها. ايش راح نعوض عنها؟ راح نعوض صفر بصفر بصفر، هنا كان ناقص n، ايضا عوضنا n كابيتال ناقص صفر، طلعت هاي كملت، طلعت هاي. ايش اخذنا؟ اخذنا لوج للطرفين، يعني طلعت هاي المعادلة، هي هاي بالضبط لوج للطرفين، نزل n هنا طلعت هاي اللوج. هذا نقدر نعالجه بالرياضيات، تطلع بهذا الشكل. نجي نعوض عن ال a، ال a هي لمدة على n، وعوضنا n، هنا ال n كبيرة ما لها نهاية، فمن نعوض فتقيمة على ما لا نهاية، هاي تختصر. ايش يبقى؟ يبقى بس هاي، هي هاي بالضبط، بس هاي تبقى، هي هذه واللمدة يعني نعيدها، هي تبقى بس هاي. ليش؟ لأن الباقي صفر هم ما جتي، يعني هاي اللمدة وياهم، وهاي من هيك صفر. ليش؟ لأن الآن ما لا نهاية، تجي هنا خلاص. إذا راح نعيد ناخذ لها لن مرة ثانية، راح تصير اف نوت، وهذه تصعد فوق تصير اكسبونشال. يقول خلينا نجرب اف ان على اف ان ناقص واحد. الاف ان هذا هو المفكوك مال الداله، يعني شنو هي الاف ان؟ ها يعني طيب اف ان ناقص واحد، ونختصرها تطلع بهذا الشكل. اذا يطلع لنا الاف واحد يساوي هاي، اف اثنين يساوي اثنين فكتوريال اف ثلاثة، واحد في اثنين في ثلاثة يطلع ثلاثة فكتوريال، الى ان نصل الى اف ان لمدا اثنين على ان فكتوريال هي اس ماينس لمدا. طيب هذه مهمة، المين والفاريانس مالت من؟ مالت البواسون. هاي شنو بيها؟ هذه هي الدالة، هي هاي الدالة، نضربها بين ونسوي لها سميشن من ان يساوي واحد. ايش سوى هنا؟ قال له لمدا اس ان، اقدر اقول لمدا اس ان ناقص واحد في لمدا اس واحد، ممكن. وهنا ان ناقص واحد فكتوريال هذه وان، فالان اختصرت ويا الان، ان اختصرت ويا الان، وهذه صارت لمدا، لمدا اس ان ناقص واحد، وصارت بهذا الشكل. هذه بالرياضيات واحد، اي هذه نكتب عليها واحد اذا نصير لمدا. طيب من احنا نريد نربح هاي، شو يصير؟ الان تربيع، ونفس الطريق نستخدمه، وراح يطلع لنا بهذا الشكل. الفاريانس يساوي، الفاريانس يساوي هذا نفسه اللي هو هذا جبناه هنا، ناقص الاكسبكتد اللي طلعناه اللي هو هذا لمدا، تربيع لمدا، من نسويه نطلع اللمدا بهذا الشكل. لحد هنا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.